الملف كان مدرج في مداولة جلسة اليوم بالنظر الحالة الصحية لأحد مستشارين المشكلين الهيئة القضائية، تم تأخير الملف. هو كان مدرج في المداولة في جلسة سابقة، تم تمديد الجلسة إلى غاية اليوم، ولكن تعذر على مستشار الحضور بالنظر للظروف الصحية ديالو. المحكمة ارتأت إخراج الملف من المداولة، وفي إطار المادة 297 قانون المسطرة الجنائية تمت إعادة مناقشة الملف من جديد. بعد المناقشة الملف حجز للمداولة لجلسة الأربعاء 27 بقصد نطق بالحكم في الملف. والأصل بالنسبة شوف، أي المحامي كيتشبت بالبراءة ديال الموكل ديالو، وكاينة درجات ديال التقاضي، كاينة محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف وكاينة محكمة.